حبيب قلبي. رمضان كريم. أهلا وسهلا، رمضان كريم عليك، ربي يحفظك. لعبة الحبس يعني دائما هي تكون لعبة اللي جامعة، لعبة ما بيصير مشاكل هواية، أو لعبة تقرب بين المناطق العراقية مو بس. والله احنا هسه البطولات اللي عندنا اللي ننظمها هسه الكابتن جاسم الاسود على قاعة الشعب الاولمبية، تضم كافة المحافظات العراق، يعني نجف، كربلاء، بعقوبة، يعني من الشمال للجنوب. فهي هاي البطولات اللي العراق كله عنده فرق يجي يلعب ببغداد. ويا فريق حضرتك؟ انا رئيس فريق الكرادة. مشاركة طبعا مشاركة ان شاء الله باكر لعبة نوي المشتل. باكر اي باكر المشتل. تقريبا الكرادة بيها عدد زين كلواعيب لو عددهم قليل؟ لا هواي عندنا، يعني احنا لعبنا اول لعبة هنا جو فوق 75 لاعب 80 لاعب. طبعا جيد. انت اللي تجهز قبل رمضان، يعني انت تجمعهم وتجهزهم؟ اي احنا نجمعهم. شلون تختار اللواعيب اللي يشيلون محبس؟ شلون تختار اللواعيب؟ اكو لواعيب يعني من تبيت المحبس بيده ما يبين ذاك القد، يقدر يطير على على الاستاد، واكل واعيب لا قلبه يقوم يدق هوايه يكشف بوجهه هوايه. اي معناته انت تختبره؟ طبعا 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 اختبره. يعني تدخل عدد وتقلص وراها، اطبب عدد وابدي اللي ما يفيدني اشوفه يكشف عند المحبس اطلعه، اللي لا يكشف قليل هو ترى ماكو لاعب ما يبين عليه محبس، لانه المحبس ما حد يقدر يشيله، جبل بالايد صعبه يخوف، فاشوف اللي يبين عليه قليل يعني ابقيه، واللي يبين عليه هواي لا اطلعه. يعني اللاعب شلون يصير استاد؟ هي ماكو لاعب يصير استاد، استادي هي اللعبه يعني فراس. شلون اللاعب يصعد يصير رئيس فريق ويسحب ما يصير، هي فراسه من الصغر. انت اذا صغير، انا صغير يعني وانا العب عمري 12 سنه 13 سنه، قمت اطلب على ذولا الصغار قمت صرت لاعب، فهي فراسه، مو اي لاعب يقدر يجيد هاي اللعبه. رمضان كريم عليك. رمضان كريم عليك حبيب قلبي، ربي يحفظك.